بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هتكلم عن حاجة تقريبا أول مرة أتكلم عنها، هي جروبات التليجرام، الجروبات الدراسية بتاعة الثانوية العامة بتاعة التليجرام. صلى على رسول الله عليه الصلاة. هل الجروبات دي حلوة ولا لأ، مفيدة ولا لأ، كل ده هنتكلم عنه في الحلقة دي. أول حاجة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده يا جماعة، التشتت هو أوحش حاجة في العصر اللي احنا فيه، ودي سمة مشهورة جدا أو موجودة جدا في كل جروبات التليجرام دي. هتلاقي نفسك داخل في مليار جروب، جروب يلا نلم الفيزياء، يلا نلم العربي، البرشامه في العربي، البرشامه في الكيمياء والفيزياء، معسكر مش عارف ايه، المعسكر الجامد، المعسكر التنين، المعسكر الحوت. وتلاقي نفسك داخل في 15 معسكر في الفيزياء لوحدها، و30 معسكر في العربي، والمحصله في الاخر زيرو، المحصله في الاخر صفر، انت مش بتعمل اي حاجه من دول. المشكله في ايه؟ المشكله ان الطالب هنا بيفتكر ان هو لو دخل جروبات كتير ودخل مع ناس كتير يبقى كده هو هيبقى جامد، وده كله غلط يا جماعه. النظام القديم كان الحاجات دي بتنفع شويه. ليه؟ ايام النظام القديم كان كله حفظ، النظام كله كان كله حفظ، فانت عايز اسئله كتير قوي تحفظها تخش تصبها في الامتحان. ده مش موجود دلوقتي. انت دلوقتي بتعتمد ايه؟ بتعتمد على الفهم وطريقه الحل. انت بتتفرج على محمد ماهر مش بتتفرج عليه عشان معجب بمحمد ماهر، انت بتتفرج على محمد ماهر عشان بتشوفه بيحل ازاي، وعايزك عايز تكتسب مهاره الحل دي. عشان كده انت بتتعلم مهاره الحل بتاعت محمد، بتاخد منه طريقه الحل او بتعرف ازاي وصل للاجابه دي. انت مش جاي تحفظ اسئله وتخش تصمها في الامتحان، الحاجات دي مش بتحصل. عشان كده الجروبات دي رقم واحد مصدر كبير جدا للتشتت، حرفيا مصدر كبير جدا للتشتت. هتلاقي مليون مذكره، ومذكره للاستاذ مش عارف مين، ومذكره للاستاذ مش عارف مين، وده سريب مش عارف ايه، ومذكره متسربه وتصوير. ده كله يا جماعه تشتيت، ده كله بيشتت وقتك وبيضيعك. انت قاعد بتبص في مليون مجال وفي الاخر انت مش بتحصل ولا حاجه. اجاك في اول تريدز ذا ماستر اوف نان، قلناها قبل كده، صاحب بالين كذاب، مفيش حد بيعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. عشان كده لازم تطلع من كل الجروبات دي. هل هتقولي طب في منها مفيد يا محمد؟ انا عارف ان في منها مفيد، لكن يا جماعه في طريقه استفيد بيها. ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي مثلا فلنفترض ان انت بتذاكر من الكتاب، يعني مثلا في كتاب هنسميه سين، الكتاب ده كتاب رقم سين، ده اللي بتذاكر منه العربي، حلو، وكتاب شامل وكل حاجه، وانت بتاخد منه معلومات، تمام. عايز تضيف ليه حاجه لقيتها في مذكره تانية، تضيفها في الكتاب ده، لكن ما تذاكرش من مصدرين، ده كله بيشتتك. يعني ده كله بيشتتك. ممكن تبص على المصدر التاني تاخد منه ملحوظات، لكن ما تذاكرش منه. ما بالك بقى بواحد قاعد بيذاكر من 10 مصادر؟ ده كله تشتت. يبقى ده رقم واحد، تشتت ده كله مش هيفيدك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الجروبات دي كلها بيكون فيها للاسف كميه كبيره جدا من ايه؟ من الاسئله، وللاسف بصراحه تبقى اسئله معقده. في اسئله كده يا جماعه، في مدرسين مش عارف اسميهم ايه، لكن بيبقوا يعني مستر فزلكه، ممكن تسميه مستر فزلكه. مستر فزلكه ده يقعد يجيب لك اسئله صعبه جدا، يقول لك مثلا اذا عدى الثقاف بها اشمئز تولته معشوذنه زبونة استخرج الاستعاره المكنيه الموجوده في البيت. في مدرسين من كده كتير قوي في الاحياء بقى وفي الفيزياء والكيمياء، يقول لك مثلا ايه محمد صلاح شاط كوره بطريقه مش عارف ايه، احسب لي كام جنيه في جيب اخوك. الحاجات دي كتير قوي في الجروبات دي، جروبات الجرام، هتلاقي فيها اسئله كتير قوي من النوعيه دي. الاسئله دي مش بتفتك بحالك، الاسئله دي بتعقدك، ده رقم واحد. ورقم اتنين، لما تحلها انت ما ذاكرتش برضه، انت حليت سؤال صعب جدا مش بيجي في الامتحان، او حتى لو سؤال بيجي في الامتحان انت برضه ما ذاكرتش. فين المذاكره المنظمه؟ فين طريقه ان انت فهمت وخدت طريقه حل وبدات تحل عليها وتطلع اسئله مش عارفها؟ فين الكلام ده؟ انت ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. عشان كده يا جماعه الجروبات دي كلها بيبقى كلها ايه؟ بيبقى كلها هبد ورزع كتير من الاسئله المعقده دي. ده رقم اتنين. رقم تلاته بقى، بيبقى فيها نوعيه قذره من الولاد بالذات، للاسف في نوعيه قذره، في بنات وولاد لكن بيبقى ولاد كتير. نوعية القذرة دي بتاعت ايه؟ من نوعية اللي هو يلاقي بنات على الجروب فيخش بقى يقعد يكلمهم، تلاقيه بيرد على اسئلة البنات بس. هتلاقيه مثلا بيكلم بنات، يقعد يدور في الشات بقى، يقعد يدور على بنات يقعد يكلمهم خاص، لو واحدة قافلة الخاص بيحاول يوصل لها بطريقة تانية. دول كتير قوي، كتير جدا، توصلنا رسايل ومشاكل بسبب بنات كتير جدا بيشتكوا بالحوار ده، كتير كتير قوي، خصوصا على التليجرام واتساب برضو نفس الكلام يعني. فانا نصيحتي ليك لو انت ولد او بنت تطلع من الجروبات دي خالص، الجروبات المختلطة بالذات، الجروبات المختلطة دي بالذات ده غلط. بيبقى في بنات وولاد، ويعني حب بقى وغرام وهيام وعامله ايه دلوقتي وصحيتي وهنصحي بعض الفجر، الحاجات دي موجوده كتير قوي. فلازم تعمل ايه؟ لازم تطلع من الجروبات دي عشان الاختلاط اللي فيها بيحصل منه بلاوي. تلاقي واحد قذر دخل الجروب رمى فيديو، وكل عارفين الفيديوهات دي بتبقى عامله ازاي، فيديوهات قذره، يخش يرميه ويطلع، استفاد ايه ما اعرفش، بس هو دخل عمل كده، رمى صوره قذره مثلا وطلع تاني، يخش يكلم بنات على الخط. بيبقى في كميه بلاوي وكميه تشتت وكميه فزلكه بطريقه انا مش فاهم ايه فايده الجروبات دي بجد والله. طيب هل ده معناه محمد نطلع من كل الجروبات؟ لا. امال ايه بقى؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو الجروب الصح؟ ركز معايا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المايك بس. الجروب الصح يا عم الحاج،
لو قناه تليجرام في الغالب بتبقى كويسه. يعني مثلا هتقول لي يا محمد انت عامل قناه؟ احنا عاملين قناه تليجرام، القناه دي بنزل فيها الواجبات، يعني اقول مثلا واجب الاسبوع ده وبعدها بنحله على القناه، فالقنوات بتبقى كويسه نسبيا. ماشي، ممكن تتابع قناه من القنوات، تمام، بس برضو مش قنوات كتير، يعني قناه اتنين كفايه، ما تقدرش تتابع لي 4000 قناه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو هتخش في جروب، يا ريت، مش يا ريت، ده لازم لازم يكون جروب بنات بس، يعني بنات يخشوا مع بنات بس، ولاد يخشوا مع ولاد بس. انا فكره الاختلاط في الجروبات دي ما انصحش بيها خالص خالص، فكره الاختلاط في الجروبات دي ما انصحش بيها خالص. حتى انا كنت عامل جروب للاسئله وقفلناه، لان فتره بقى لي فتره قافله عشان مش عارف احكم الحته دي. فلو بنات واولاد مع بعض لا، لو بنات بس تمام، ولاد بس مع بعض تمام، انما فكره الاختلاط دي نفسها غلط. تمام، ده رقم اتنين. طيب اخش في جروب ايه كمان يا محمد؟ لو جروب زي ما قلنا ولاد بس بنات بس تمام، وفي كلام نقاش علمي، يعني في ناس بتتناقش بجد في وقت معين في اليوم، دي حاجه كويسه. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش طول اليوم تقول لي انا بذاكر من التليجرام، مفيش حاجه اسمها كده. تقعد مثلا تذاكر من الكتاب، تذاكر من على اليوتيوب، تذاكر من اي حاجه، وتيجي في اخر اليوم تشوف الاسئله الصعبه او تشوف الحاجات المهمه مثلا في ربع ساعه كده وتقفل تاني كده، انت تمام صح كده، انت مش بتتشتت. انها فكره انت قاعد بقى عمال تذاكر لي من اي مذكره، اي كتاب ينزل، عمال تحل كل الاسئله، انت كده بتضيع وقتك، انت كده مش بتذاكر. خلاصه يا جماعه، جروبات التليجرام الكتير دي اطلع منها كلها، اطلع من 90% منها، سيب بس المهم. يعني سيب جروب جروبين في العربي، جروب في الفيزياء، الحاجات المهمه قوي، الحاجات اللي يكون ليها اهميه بجد، والحاجات اللي ما يكونش فيها اختلاط، ما يكونش فيها الكلام ده كله، ما يكونش فيها لعب العيال ده، ما يكونش فيها مليون مذكره. ومعلش يعني مش اي مذكره تنزل تذاكر منها، مش اي حاجه وخلاص يا جماعه. هو مش ابو بلاش كتر منه، هي مش بالكتره خالص، مش بالكتره. الموضوع ممكن واحد ذاكر من كتاب واحد بس دخل الكليه اللي هو عايزها، ده مش عبقري ولا حاجه، ده ذاكر بنظام بهدوء، جاب الكتاب ذاكر منه، الحاجه اللي مش عارفها يعلم عليها، يسال الاستاذ فيها او يدور على حل ليها، بعد ما يدور على حل يجمع الحاجات اللي هو مش عارفها دي في كشكول منفصل او حاجه منفصله، وبعد كده يقعد يكرر عليها عشان ما يغلطش فيها تاني. دي اسمها مذاكره منظمه. انما بقى شخبط شخبيط ولخبط الخبيط اللي انتوا بتعملوه ده مش هينفع، ما ينفعش خالص. بس ده بالنسبه لجروبات التليجرام. وباذن الله الايام الجايه هنتكلم كتير عن الحوارات دي، يعني بخصوص الجروبات والكلام ده كله. بس كده، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام.